قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. كيف يمكن التوفيق بين نص الآية ونص الحديث والرد على أعداء الإسلام الذين يدعون أن الإسلام انتصر بالسيف؟ هذه الآية مكية قبل أن يمر القتال. هذه آية مكية من سورة مكية، فيها الإعراض عن الكفرة وعدم القتال، بل يدعو إلى الله من شاء آمن ومن شاء كفر، يدعو إلى الله، يعلم الناس الخير، فمن شاء آمن وقبل ومن شاء لم يقبل، وحسابه على الله. فأنت الآن بين الناس في غالب الدنيا هكذا، ترشد الناس إلى الخير وتعلمهم دين الله، فمن قبل منك فالحمد لله، ولم يقبل فأمره إلى الله، ليس إليك، ليس لك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاء وعلى الله حساب سبحانه وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعدما هاجر، بعدما قوي صار عنده قوة وعنده جيش، قال هذا كذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال جل وعلا في كتابه العظيم: فإذا انسلخت الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا قاله الله جل وعلا لنبيه بعدما هاجر وبعدما استقر المسلمون وقوي المسلمون وصار له جيش وقوه، خاطبه الله بهذا. فانت اذا كان عندك جيش وقوه تستطيع ان تقاتل بها اوروبا وامريكا فقم بهذا الامر، وما دمت ما تستطيع هذا فعليك بالدعوه الى الله والارشاد اليه وتعليم الناس الخير وارشادهم اليه، واحفظ لسانك عما يضر الدعوه وعما يفرق الكلمه وعما يسبب المشاكل التي تحرم الناس الخير وتوقعهم بالشر. وانتهى الأسئلة، انتهت الأسئلة المتصلة بالموضوع، وجاء دور الأسئلة الأخرى العامة، ونرجع على سماحتكم حتى بروضها.